اليوم كان هنالك تصويت على تقرير حول وضع ومطالب التركمان على ضوء التقرير الذي تم قراءته في مجلس النواب ومداخلات السادة في الجلسة 37 ليوم 21/4/2012. فتضمن ضمن جدول أعمال هذه الجلسة اليوم الإقرار بالحقوق والمطالب التي تم مناقشتها في جدول الأعمال السابقة، وعندها كانت القرارات حول أن يكون التركمان مكون أساسي والقومية الثالثة في العراق، ويجب أن يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية، وكذلك تشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنح تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية، وكذلك تمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها وحسب حجمهم، وضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة، وتشريع قانون يمكن المكون التركماني والمكونات الأخرى من ممارسة حقوقهم في الإدارات المحلية.